سيدي إيهاب، أهلا ومرحبا بك. لماذا وصلت الخلافات لأوجها داخل إسرائيل في هذا التوقيت تحديدا، وهو وقت ربما تحتاج فيه إسرائيل لتوحيد الموقف الداخلي؟ نعم، هو سؤال جميل في نهاية المطاف، ولكي نستطيع أن نجيب عليه ربما بداية قبل ذي بدء ملاحظة على الهامش تجدى أن نشار إليها بالبنان، وهي طبيعة العلاقات ما بين أو طبيعة العلاقات الهرمية بشكل أدق ما بين الرئيس الموساد والشباك ورئيس الحكومة في داخل إسرائيل بالمجمل. رئيس الموساد والشباك في داخل إسرائيل، أي نعم، يتمتعان باستقلالية معينة محدودة بطبيعة الحال، لكن يجب أن نتذكر أن في نهاية المطاف، لماذا هي محدودة؟ لأنهم تعيين مباشر من رئيس الحكومة. رئيس الحكومة عادة يعني يقوم بعدة اختيارات من ضمن عدة أسماء تكون مرشحة ذاتها لهذا المنصب، وهو الاختيار يقع عليهم يعني من قبل رئيس الحكومة بشكل مباشر. هذا الأمر الأول. الإدارتين تحديدا، إدارة الشباك وإدارة الموساد كذلك، هما يخضعان لمكتب رئيس الحكومة بشكل مباشر، أي بكلمات أخرى وفق يعني السلم الهرمي هما رقم اثنين في هذا السلم بعد رئيس الحكومة بمفهوم كهذا أو كآخر. فبالتالي لهذا السبب، أي نعم، لا يوجد لديهم صلاحية، يوجد لديهم استقلالية معينة، ولكن في نهاية المطاف يتلقون أوامر مباشرة مثلهم مثل أي وزير آخر من رئيس الحكومة. هذا في المقام الأول. ربما تجد هنا إشارة إلى الهامش كذلك، يعني بعض التسريبات والإشاعات في داخل إسرائيل تقول بأن سارة نتنياهو، زوجة بنيامين نتنياهو، هي التي قامت في السنوات الأخيرة بتعيين يعني رؤساء الشباك والموساد وفق اتفاق ما بينها وما بين بنيامين نتنياهو الذي كان على مدى السنوات الأخيرة. فبالتالي واضح جدا أن نوعية الاختيارات ممكن أن تكون غير مهنية في مضمون كهذا أو كآخر، وكذلك يعني في نهاية المطاف واضح جدا من يحكم في السطر الأخير. هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. الآن إلى هذا السؤال، يجب أن نتذكر ما قبل 7 أكتوبر كان هنالك لحظة، ما قبل 7 أكتوبر، ما قبل هذه الحكومة. هذه الحكومة سوف تطفئ شمعتها الأولى تحديدا في هذه الأيام، يعني في نهاية ديسمبر الماضي هي أعلنت عن انطلاقها. وحتى تلك اللحظات باعتقادي كان هنالك لغة مشتركة انسجامية ما بين المستوى الأمني في إسرائيل وما بين بنيامين نتنياهو الذي تعامل معه على مدى عقد كامل تقريبا. بنيامين نتنياهو دخل إلى السلطة في عام 2009 ويعني استمر في داخل هذا العقد بإدارة المشهد الأمني في داخل إسرائيل، بل يمكن القول أنه على الأقل وفق الوثيقة الذي كان كتبها في عام 2018 لرؤيته للعقد الثامن لإسرائيل، بأن إسرائيل يجب أن تحافظ على نوع من التوتر المتواتر بدون أي تصعيدات. فبالتالي هذه الجزئية لربما يجب أن تذكر في مقام آخر لا يقل أهمية، بأنه كذلك الرؤية الأمنية لإسرائيل، الاستراتيجية الأمنية كانت تتوافق في هذا المضمار على النقيض من الشعبوية اليمينية. الشعبوية اليمينية في إسرائيل وتحديدا سموتريتش وبن غفير على سبيل المثال يريدون الأمور أن تكون كن فيكون، لأنهم ربما يعلمون أنهم موجودون في داخل نطاق شباك زمني قد يكون قصير، وهذا ما كان منذ بداية هذا العام. كل التوترات التي كانت في داخل الضفة الغربية لم يراها المستوى الأمني بعين جيدة بمفهوم كهذا أو كآخر، لأنها كانت يعني تؤول إلى نوع من التصعيدات في داخل الضفة الغربية. سموتريتش حصل على وزارة في داخل وزارة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وبن غفير حصل على وزارة ما تسمى بوزارة الأمن القومي، أي كلاهما سيطرا على هذا المشهد، سيطرا على، حتى يمكن القول أن بن غفير عمل على إقامة ميليشيات بكل معنى الكلمة في داخل إطار الشرطة لكي يسيطر على هذا المشهد. هذه الأمور لم تراها المستوى الأمني والاستخباراتي بإسرائيل بعين جيدة على مضمار كامل. الآن في هذا العام كذلك يجب أن نتذكر إسرائيل عانت مما يسمى بالتعديلات القضائية أو الثورة القضائية إن شئنا، وبالتالي المستوى الأمني والاستخبارات كذلك مرة أخرى دخل إلى نوع من الاحتدام. الدولة العميقة في إسرائيل لم ترى هذا الأمر بعين جيدة، حاولت في كثير من المآل الضغط على بنيامين نتنياهو في العدول عن هذه التعديلات، لكن هذه التعديلات كانت حبل النجاة الأخير بالنسبة لبنيامين نتنياهو مما ينتظره
في كل ما يخص المحاكم. ولهذا السبب الأمور احتدمت تحديدا في العام الأخير كثيرا وكبيرا ما بين المستوى الأمن الاستخباراتي وما بين بنيامين نتنياهو. أتى السابع من أكتوبر وكان القنبلة. يعني هذه النقطة تحديدا هي ما تثير التساؤل، يعني هل يمكننا القول بلغة أخرى أن النظرة الضيقة من قبل بنيامين نتنياهو وحكومته للتحركات الشعبوية اليمينية منذ بإنشاء أو بداية هذه الحكومة هي ما كانت السبب أو هي السبب الرئيسي لما يجري الآن، ثم بعد ذلك بعد السابع من أكتوبر كانت الشرارة الأكبر التي أشعلت نار التفرقة أو نار الخلاف الداخلي الآن؟ يعني إذا كانت هذه الحكومة هي القشة التي قصمت ظهر البعير ما بين التوافق ما بين هذا المشهد السياسي والعسكري، إن شئنا السابع من أكتوبر هي الشرارة التي أضفناها إلى تلك القشة بهذه العبارات يمكن أن نقول. وكذلك أتى السابع من أكتوبر وفجر كل هذه يعني الرؤية التوافقية. بنيامين نتنياهو يعمل على أمر واحد ووحيد، النجاة قدما، الهروب قدما، هذا ما يدركه بنيامين نتنياهو. في حال وضعت هذه الحرب أوزارها، حياة بنيامين نتنياهو السياسية انتهت، تنتظره المحاكم التي لن تتصالح معه كثيرا كيفما عملت حتى هذه اللحظة، ولجان تحقيق اثنتين على الأقل، لجنة تحقيق خاصة في السابع من أكتوبر ولجنة تحقيق خاصة في هذه الحرب، وبالتالي كل هذه الأمور يتوجب عليه التعامل معها. ما يقوله الآن أمال العاجزين، يمكن تلخيص ما يعني ما بدر عنه تحديدا في هذه اللحظات، بأن هذه الحرب سوف تستمر أشهرا عديدة وطويلة. بكلمات أخرى، أنا سوف أستمر، سوف أمسك كل هذه الدولة رهينة بين يدي، وهو الشخص الذي مسكها وأدخلها في أزمة قيادة على مدار 5 سنوات، فما الذي سوف يمنعه من أن يقودها في أزمة أمنية قد تستمر لسنوات حقا، فقط لكي يلوذ بنفسه من الفرار. المستوى الأمني في داخل إسرائيل يحاول، يعني لاحظ هو ذات المستوى الأمني الذي كان يثق ببنيامين نتنياهو كثيرا، الآن يحاول وبقدرات فعلية معينة يمكن القول ألا يرجح هذه الكفة لبنيامين نتنياهو، لأن الدولة العميقة المستوى الأمني الاستخباراتي العسكري يريد الانتهاء من حكم بنيامين نتنياهو بكل معنى الكلمة. هذه الدولة موجودة رهينة بيدي بنيامين نتنياهو، هذا ما يدركه بنيامين نتنياهو، وهذا ما يدرك أن قراراتهم بالتالي سوف تؤثر على هذا المشهد، ولهذا السبب هو يحاول تبييتهم، هو يمنعهم الآن من حضور جلسات هامة وضرورية، ما قبل ذلك منعهم من الجلوس مع وزير جيشه جالانت على سبيل المثال. كل هذه الأمور واضح جدا أنها تحول ما بينهم، ما بين القرارات السياسية في داخل الكابينات وما بين القرارات والقدرات المهنية التي يمكن أن تنسجم عن هذا المستوى. طيب بهذه السياسة التي يعمل بها بنيامين نتنياهو، ما الذي يملك في يده إذا ما انهار مجلس الحرب؟ يعني هنالك الآن تهديدات بانهيار مجلس الحرب، هنالك تهديدات من قبل جينيس وإيزينكوت بالانسحاب، ما الذي يملكه نتنياهو؟ يعني تحديدا أنا باعتقادي أن جانتس وإيزينكوت لربما بمفهوم كهذا أو كآخر يحاولان أن يسوقا للشارع الإسرائيلي بأنهما هما الأكثر مسؤولية والأكثر رسمية، ولربما هذه هي التيكت أو البطاقة التي يراهنان عليها للدخول إلى المشهد الانتخابي القادم. كل ما يجري منذ 7 أكتوبر هو ليس بمعزل عن المشهد الانتخابي الذي تنتظره إسرائيل، وبالتالي هذا تحرك جانس وإيزينكوت. وبالمقابل كذلك من الطرف الآخر تحركات سموتريتش وبن غفير التي تهدد بالانفصال أو يعني تفكيك هذه الحكومة بمفهوم كهذا أو كآخر بسبب يعني إذا كان هنالك قرار لوقف إطلاق النار دائم. ويعني هذه الجزئية ربما يجب الوقوف عندها، لأن نعم هذا هو المشهد صراحة. المشهد في إسرائيل في نهاية المطاف أن الحكومات في إسرائيل تنتحر ولا تقتل، وبهذا المفهوم يمكن أن نفهم أن يعني لا يوجد تهديدات خارجية لهذه الحكومة. ربما الضغوطات ما نراه الآن على الشاشة من احتجاجات يعني يمكن أن يحرك ويمارس بعض الضغوطات، لكن الشرارة التي تفكك الحكومة يجب أن تكون من الداخل. تحدثنا عن سموتريتش وبن غفير، تحدثنا عن جانتس وإيزينكوت، وكذلك بطبيعة الحال ربما هي الخانة الهامشية في كل هذا المشهد، الحريديم كل ما يهمهم في نهاية المطاف هو الميزانيات التي حصلوا عليها بالفعل، لكن هنالك حلقة
فلتت من بنيامين نتنياهو ولن يستطيع ترميمها الليكود حزبه. في نهاية المطاف لنعود إلى عام 2006، شارون حاول التقدم قدما بكل ما يخص قضية الانفصال عن قطاع غزة آنذاك والانسحاب من قطاع غزة آنذاك. في ذلك العام تحديدا الليكود لم يتوافق مع هذه الرؤية، وبنيامين نتنياهو قاد تمردا في داخل الليكود الذي أدى إلى شارون بأن ينسحب من حزب الليكود وإقامة حزب كديمة آنذاك الذي لم يسعفه الزمن. يتسحق شامير عام 90-92 كذلك هنالك أبان مؤتمر مدريد، كان هنالك حركة احتجاجية قادها بالمناسبة بنيامين نتنياهو، لم تكن انفصالية عن هذا المشهد، ربما استقال واحد أو اثنين من ذلك الحزب، لكن كذلك كان هنالك تحركات تمردية. بالمناسبة الاثنتين كان لبنيامين نتنياهو ضلع بهما. الآن في هذه المرحلة هذا ما يخشاه بنيامين نتنياهو، أن يكون هنالك تحرك تمردي من داخل حزب الليكود، ولهذا السبب بعث سريعا يوم أمس أو ما قبل أمس برئيس المحكمة الدستورية لحزب الليكود بأن يكتب مقالا في أحد الصحف العبرية تعاكس وتغازل لابيد ويعني وتطلب منه بأن يدخل إلى هذا المشهد القيادي في هذه الفترة الحساسة، وأن مستواه القيادي هو بأمس الحاجة، المشهد في إسرائيل بأمس الحاجة لشخصيات مثل لابيد وما إلى ذلك، التي الأمور التي في نهاية المطاف ممكن أن تؤدي إلى نوع من توثيق وثاق آخر لهذا الائتلاف وبث روح الانسجام مرة أخرى به على المستوى السياسي. على المستوى ما بين المستوى المهني والسياسي باعتقادي هنالك شرخ لن يستطيع بنيامين نتنياهو ترميمه أبدا. نعم، بالحديث أيضا على صعيد المقاومة سيد إيهاب، ربما المقاومة الفلسطينية الآن تلعب دورا أكثر قوة في ملف الأسرى الذي تضغط به على حكومة نتنياهو عبر أهالي الأسرى المحتجزين لديها. حرب ربما وصفت بالحرب النفسية، يعني إذا تحدثنا أيضا عن صمود المقاومة وصعودها في الفترة الأخيرة بوتيرة أسرع، إلى أي مدى أيضا هي تؤثر على الخلافات وزيادتها في داخل الإسرائيلي؟ يعني في صورة مهنية ربما تجدر الإشارة أنه في صورة مهنية معينة كهذه أو كأخرى، بنيامين نتنياهو عندما أو الشارع الإسرائيلي ككل عندما ضج ما بعد 7 أكتوبر، الآن بدأنا نتحدث بالعربية، هذا كان الشعار الدامغ في المشهد الإسرائيلي آنذاك. ولكن سريعا ما لبث يعني وانبثق عنه، ورأينا أن المقاومة والفصائل الفلسطينية بشكل عام بدأت تدرك وتقدر ولديها قدرة على التحدث ليس فقط بالعبرية بل بالإسرائيلية بشكل أكبر بكثير من قدرة إسرائيل بالتحدث بالعربية باللغة مجازية طبعا هنا نتحدث. وبطبيعة الحال نعم، يعني أثبتت أنا باعتقادي أنها هنالك قراءة حقيقية للمشهد السياسي في داخل إسرائيل من قبل الفصائل الفلسطينية، هنالك قراءة واضحة ومدمغة وعميقة بل كذلك، وحتى اللغة التي تحدث بها الأسرى، المشاهد التي سوقت بها الأسرى عرفت جيدا كيف تستعمل هذا الملف. بل أكثر من ذلك، ما يحاول الترويج له بنيامين نتنياهو الآن في لغة مضادة عمل على 3 مسارات وعلى 3 قطاعات. القطاع الأول هو كان يعتاش بمفاهيم كهذه أو كأخرى على مدى الزمن من الاحتجاجات، واعتاد على هذه الموجة لأنها تمس به شخصيا، هذه الاحتجاجات تحديدا تمس بسياساته، لهذا السبب هو لا يستطيع ولا يعرف كيف يتعامل معها. فبالمقام الأول قام بالتفرقة ما بين عائلات الأسرى، هو بدأ يجتمع بهم يعني كمجموعات فرادا فرادا، هذا المشهد الأول. بعد ذلك أقام منتدى مناوئ لبنيامين نتنياهو في ومضاد لمنتدى عائلات الأسرى، كذلك هم من ذوي الأسرى لكنهم طبعا مجموعة صغيرة التي تنادي باستمرارية هذا الحرب بأي حال، هذا على المستوى الأول. كذلك في المستوى الثاني أقام ما يسمى بمنتدى أمهات الجنود القتلى التي كذلك هي موجة مضادة لهذه الموجة الاحتجاجية. وفي المقام الثالث الأمر الذي عمل عليه بنيامين نتنياهو هو زرع بذور الفتنة، أحد أهم الأمور التي يروج لها الآن بأن هذه الاحتجاجات هي تعيق على المفاوضات على المستوى الدبلوماسي، لأن في نهاية المطاف عندما ترى الحماس هذه الاحتجاجات هي تعلم وتحاول أن تزيد من سعر وثمن الأسرى لدى إسرائيل. شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين، كنت معنا من الناصرة ضمن فقرة إسرائيل من الداخل، شكرا لك.